دان البرلمان العربي رفض الميليشيا الحوثية الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غوتنبرغ، وافقت عليها الحكومة اليمنية. وقال البرلمان العربي في بيان له إن رفض الميليشيا الحوثية الإرهابية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية. وشدد البرلمان على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني. فيما حذر البرلمان العربي من خطورة تبعات رفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.